من نيويورك مراسلنا إياد الجخبير. إياد، لو تطلعنا على ما آخر التطورات أو ما آخر ما يدور بشأن هذين مشروعين القرارين، متى يبدأ التصويت، وهل يبدو أنه سيرجح أحدهما على الآخر؟ نعم مروج، بعد أقل من ساعتين من الآن يتوقع أن يبدأ التصويت على كل من مشروع القرار البرازيلي إضافة إلى مشروع القرار الروسي. كل من مشروع القرار سواء الروسي أو البرازيلي تم الدعوة إلى إجراء هدنة يتمكن من خلالها كل من الأطراف والحالات الإنسانية من مغادرة غزة، إضافة إلى أنه من خلال هذه الهدنة يمكن الدخول وإدخال كافة المساعدات الإنسانية سواء الصحية أو غيرها إلى قطاع غزة. هذه هي أهم النقاط التي تشترك المساحة المشتركة بين كل من مشروع القرار الروسي والمشروع القرار البرازيلي. لكن هناك خلاف حول بعض النقاط. في المشروع القرار البرازيلي هناك إدانة واضحة كانت لحركة حماس، لكن في مشروع القرار الروسي لم يكن هذه الإدانة واضحة، لذلك كان هناك بعض التعديلات منذ ما يقارب حوالي 48 ساعة حوالا سواء على القرار الروسي، مشروع القرار الروسي أو مشروع القرار البرازيلي. لكن بكل الأحوال كافة بنود المشروعين تؤدي إلى خدمة المطالب التي يعمل عليها مجموعة السفراء العرب في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهي ثلاثة نقاط أساسية. أولا وقف الاعتداء على المدنيين في كل من الجانبين سواء في قطاع غزة أو في الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك إدخال كافة المساعدات سواء الصحية، المياه، الوقود إلى قطاع غزة. والنقطة الثالثة التي لم يتعرض إليها كل من المشروع القرارين لكن تحدث بها السفراء العرب في الأمم المتحدة، وهي منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. لكن من خلال هذه الهدنة يعني بطريقة غير مباشرة بأن هذه الخطورة، الخطوة الثالثة التي يطالب فيها السفراء العرب لن تحدث بعد وقوع الهدنة الإنسانية التي يتحدث عنها مشاريع القرارات. بحسب المعلومات الأولية فإن الولايات المتحدة قد تذهب إلى التصويت مع مشروع القرار البرازيلي وليس مع مشروع القرار الروسي، لكن ما زلنا ننتظر هذه الجلسة. بعد أقل من ساعتين سوف يبدأ حملة التصويت عليها، وسوف نراقب آخر التطورات حول أي من مشاريع القوانين سوف ينجح في هذا التصويت، وما إذا كانت كذلك كافة الأطراف سوف تلتزم في هذا القرار بعد إعلانه من قبل مجلس الأمن سواء من الجانب الفلسطيني أو من الجانب الإسرائيلي. إياد الجخبير مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.